مصر بتاخد خطوات كبيرة علشان تكون مركز للطاقة بين قارات أوروبا وأسيا وأفريقيا. ده شفناه من خلال اتفاقيات الربط الكهربائي مع اليونان وقبرص، وقبلها اتفاقية للربط أو اتفاقية الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية. وتمثل هذه الخطوة حسب الحكومة تسريعاً لتطوير ممر الطاقة من خلال زيادة إمدادات الطاقة الكهربائية لكل من مصر وقبرص مع تحقيق التوازن في الطلب على الطاقة. وسوف يعمل الربط الكهربائي بين الشمال وجنوب المتوسط على استيعاب القدرات الكهربائية الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقات النظيفة التي تزخر بها القارة الإفريقية. وتعتبر الشبكة الكهربائية المصرية قوية للغاية، كما أن إنتاج الكهرباء والاحتياطات تلبي الاحتياجات الداخلية، ويوجد فوائد تسمح بالربط مع عدد من الدول. لذلك فإن مصر لا تسعى فقط للربط بين أوروبا، إذ جرى توقيع عقود في ترسية إتمام خط الربط مع السعودية لتبادل 3000 ميجاوات، من ضمنها خط بحري وخطوط هوائية ومحولات، وهو ما يعتبر أكبر خط ربط موجود في المنطقة بخلاف خطوط الربط مع الأردن وليبيا والسودان وقبرص واليونان.